طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله في متابعات مادة المايكرو بروسيسور المعالج الدقيق 8085. بعد ما انتهينا من الانستركشن أو التعليمات عندنا في المعالج الدقيق، الليلة إن شاء الله دايرين نشوف الكاونترز والتايم ديليز، كيف إحنا عن طريق المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور نقدر نعمل عداد كاونترز يعد لي زي الكاونتر بتاع الديجيتال، يعد لي مثلا من 0 ل 9 او كده، وكيف اقدر اعمل تاخير زمني في التنفيذ بين الانستركشنات. والغرض الاساسي طبعا من التايم ديلي او التاخير الزمني، انه في بعض الاحيان المعالج بتكون او المايكرو بروسيسور بيكون السرعه بتاعته سرعه عاليه، فبيحتاج يكون الانبوت سريع على اساس انه يعمل عمليه المعالجه. فممكن اكون الجهاز بتاع الانبوت اللي انا موصله مع المعالج الدقيق او بتاع الدخل يكون الاستجابة حقته بطيئة، فأنا عشان ما أخلي المعالج الدقيق شغال ساي، فممكن أعمل له تايم ديلي أخليه يتأخر لغاية ما المعلومة تبقى جاهزة من الإنبوت، بعد ذاك المعلومة تدخل للمايكرو ويتم تنفيذ العملية المعينة. فده الغرض من التايم ديلي. والكاونترز طبعا عشان يعمل العملية حقت شنو؟ عشان يعمل العملية حقت العد بتاعتي. طيب، نبدأ أول حاجة نحن نبدأ المسائل حقت التايم ديلي. طيب، فمثلا أول حاجة قال لي يا أخي، فأول شيء قال لي أحسب اللوب ديلي. تمام، لو كان أنا عندي طبعا عشان أحسب أشتغل الشغل بتاع التايم ديلي ده، مفروض أكون أول حاجة عارف أنه النظام بتاعي ده شغال بكلوك فريكونسي مقدارها كم، أو التردد كم، أو الزمن بتاع اللي بتشتغل عليه الساعة حقتي عبارة عن كم. طيب، بعد ذاك مفروض أكون عارف عدد التي ستيتس أو أي انستراكشن بيتنفذ في كم تي ستيت، دي برضه أنا مفروض أكون عارفها، ودي بيديني لها معطى بالإضافة للكلوك فريكونسي أو الكلوك بيريود، الاتنين دول بيديني لهم معطى عندي. طيب، فنحن دايرين نحسب اللوب ديلي أو التايم ديلي حق الانستراكشن دي أو مجموعة الانستراكشن دي. لو كان السيستم بتاعي التردد بتاعه عبارة عن 3.072 ميجا هرتز، وعندنا التي ستيتس حقت الموف اميديتلي عبارة عن 7، والدي سي ار الديكريمنت عبارة عن 4، والجم اف نوت زيرو عبارة عن 10/7. طيب، 10/7 دي معناها شنو؟ طيب، احنا عندنا في الشغل بتاع التايم ديلي ده، احنا دايما او 90% من شغلنا بنكون شغالين في حلقات. حلقات يعني حاجة هتتكرر معانا كم مرة. طيب، ففي الحالة دي أنا بقوم بعمل شنو؟ التعليمة مثلا حقت، يعني مثلا لو مسكنا موف immediately 00 خديناه في السي، نقصنا السي، ولو النتيجة ما طلعت صفر أمشي لللوب، وهكون لاف في كده في اللوب لغاية ما النتيجة تبقى صفر، الحلقة دي تتكسر زي ما أخذنا في البرانش انستراكشن. طيب، فآخر آخر عملية بتاع التنفيذ حقت الجم نوت زيرو دي، بعدها الحلقة بتتكسر، دي بتتنفذ في 7 تي ستيت. ما عدا كده كل العمليات السابقة بيتنفذ في 10 تي ستيت. طيب، انت الكلام ده بيهمك في شنو؟ بيهمك انه انت لو ما ذكر لك، يعني لو ما قال لك اعمل عملية بتاعت اكاونت لل 7 تي ستيتس حقت الجم نوت زيرو دي، فانت عندك حرية الخيار، يا اما تحسبها يا اما ما تحسبها. طيب، لو ما ذكر لك حاجة، لما ذكر لك حاجة عندك حرية الخيار يا تحسبها يا ما تحسبها. لكن لو ذكر لك انه اعمل لها اكاونت، معناها انت لابد مجبر انه في اخر مرة لازم تستخدم 7 تي ستيت، ما تستخدم 10 تي ستيت. طيب، الكلام ده عشان يتضح اكتر بيتضح من خلال المثال. عندنا التعليمات دي قال موف 00، موف اميديت 00، خدها لنا في السي ونقص السي، واعمل لاعمل شنو؟ لو النتيجة ما طلعت صفر اقفز لللوب. طيب، الغرض هنا من انه ده عايز اعيد شنو؟ انا دار اقوم اعيد من اخر حاجة، يعني دار اعمل يعني زي العداد كده. تمام، يقوم يعمل شنو؟ يقوم يعد لي من يقوم يعد لي في كل مرة من الاف اف، لانه لما نعمل لها دي سي ار 00 لما نعمل لها دي سي ار هتبقى اف اف، فيعد لي من الاف اف لغاية ما يصل الزيرو، يعني من 255 لغايه ما يصل الصفر، واقوم ارجع تاني اعيد الكره. طيب، فانت عشان تحسب التايم ديلي بتاعتك او التوتال ديلي حقك، هو بنسميه تي، نرمز له بتي توتال. تمام، بنرمز له بتي توتال. ف
فالتي توتال ده بيكون عبارة عن حاصل جمع حاجتين، حاجة بنسميها التي اوت سايد لوب زائد التي لوب، تمام؟ المجموع بتاع التنفيذ للتعليمات خارج الحلقة زائد تنفيذ الزمن اللي بتاخده التعليمات عشان تتنفذ داخل الحلقة. طيب التي اوت سايد لوب دي انت بتجيبها من وين؟ انت بتقوم بتجيبها من اي تعليمة عندك برا الامر بتاع اللوب بتاعك، يعني ده اللوب حقتي شامل الاثنين ديل، اي تعليمة برا اللوب دي هيكون شنو؟ دي هتكون حجيب منها التي اوت سايد لوب. طيب التي اوت سايد لوب بجيبها كيف؟ ببساطة بقوم بضرب بقول بتساوي التي ستيت، تمام؟ عدد التي ستيت اللي بيتنفذ فيه التعليم الاوتسايد لوب دي مقسوم على الفريكونسي حقي، مقسوم على التردد اللي هو دينا في الحاله دي هيساوي لنا كم؟ هيساوي لنا انا عندي الموف ايميديتلي بيتنفذ في 7 تي ستيت مقسوم على التردد بتاعي اللي هي عباره عن 3.072، ده انا هقوم هضربها في 10 10 أس كم؟ 10 أس 6. طيب 10 أس 6. طيب بالنسبة للتي لوب، تمام؟ دي بالنسبة للتي أوت سايد لوب. طيب بالنسبة للتي لوب حقتي كويس، أنا بقوم بحسبها كيف؟ تمام؟ التي أوت سايد لوب برضو أو التي إنسايد لوب، معلش. طيب التي إنسايد لوب اللي هي التي لوب بقوم بحسبها كيف؟ بشوف انه التوتال تي ستيت حقت شنو؟ حقت التعليمات الداخله في الحلقه كلها بقسمها على التردد اف، تمام؟ بضربها في شنو؟ بضربها في عدد مرات التنفيذ، يعني الحلقه دي هيتنفذ كم مره؟ نمبر اوف اكسكيوشن تايمز، تمام؟ انه دي هتتنفذ كم مره. طيب فاذا لما انا اجي احسب التي مثلا للحلقه دي فيها تعليمتين اربعه، الاولى اربعه والثانيه 10، فهيكون المجموع الكل عباره عن 14 انستركشن هقسمها على 3.072 مضروبه في 10، هضربها في 10 او 6، تمام؟ الكلام ده هيكون هشوف هي بتتكرر كم مره. طيب بتتكرر كم مرة؟ انت عندك انت بديت من ال 00H، هنا طوالي حصل نقصتها بقت FFH، لانه 00H لما تطرح منه واحد تبقى FFH، فانت العد بتاعك هيستمر من ال FFH لغاية ما تصل الكم؟ لغاية ما تصل الصفر. فلو عديت الحاجة دي حولتها بالنظام العشري كويس اللي هي ال FF عبارة عن 255 وتزيد ليها واحد اللي هي الحالة الابتدائية هتبقى لك 256، فهضرب هنا في 256. اذا كده انا عندي كده حسبت التي لوب. طيب حسابات دي حقت التي لوب دي مبنيه على شنو؟ مبنيه على ان انا ما عملت اكونت او ما اعتبرت انه الجمب اف نوت زيرو دي هتتنفذ في 10 تي ستيت لغايه نهايه شنو؟ لغايه نهايه الحلقه. طيب لو داير اعمل لها اكونت واقوم انا اخر حلقه انا كده لما اعمل 256 معناها انا حتى في اخر مره شلتها عباره عن كم؟ شلتها عباره عن 10. طيب عشان ابقيها 7 معناها اعمل شنو؟ ما علي الا اني اقوم اطرح كم؟ اطرح منها 3 تي ستيت، وال 3 تي ستيت دي اقوم اعمل لها شنو؟ ال 3 تي ستيت دي اقوم اقسمها على شنو؟ اقسمها على التردد بتاع اف اللي هو 3.072 في 10 و 6. لما اطرح 3 تي ستيت اضربها في 10 اس 6، وهنا طبعا مضروبه عدد مرات التنفيذ هتكون مره واحده بس لانه هتكون في اخر محاوله عندي، فكده انا هكون زي كاني عملتها انه حسبتها دخلتها في الحسابات السبعة تي ستيت. فاذا التي لو هتبقى 14 على 3.072 في 10 اس 6 في 256، هتتكرر 256 ناقص 3 مضروب 3 مقسومه على الاف مضروبة في شنو؟ في 1. طيب في النهاية عشان اجيب التوتال ديلي او الزمن الكلي بتاع الديلي حقي، انا ما علي الا اني اعمل شنو؟ اجمع التي اوت سايد لوب زائد التي لوب يديني الديلي الكلي اللي هيحصل بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للمعالج الدقيق. وبالطريقة دي انا بكون حسبت الديلي بتاعي. اهم حاجة تنتبه انه
هل انت حتعمل حساباتك والسبعة تي ستيت حتدخلها معاك في الحسابات ولا ما حتدخلها معاك في الحسابات؟ طيب نمشي للمسألة الثانية. قال احسب الديلي، قال احسب الديلي للحلقة دي، تمام. مفترض انه السيستم كلوك بيريود هو عبارة عن 0.33 مايكرو سكند. المرة دي ما اداني كلوك فريكونسي، اداني كلوك بيريود. طيب اداك الكلوك بيريود خلاص طوالي انت، ولاحظ انه هو قال لك احسب لي الديلي لشنو؟ قال لك احسب لي الديلي ليه؟ احسب لي الديلي لشنو؟ للوب. لو لاحظت هنا قال لك حسب لي الديلي للوب، ما تحسب الديلي الكلي، حسب الديلي للوب معناها انت بس هتحسب التي ال، اي حاجه برا اللوب انت ما عندك علاقه بها. طيب فعشان احسب التي لوب، تمام، انا كنت بيساوي لنا عدد التي ستيت الكليه حقتي يا مقسومه على التردد لو اداني التردد، يا مضروبه في شنو؟ مضروبه في الزمن حق شنو؟ لانه مقلوب التردد عباره عن الزمن، يا مضروبه في الزمن حق الكلوك، مضروبه في شنو؟ في عدد مرات التنفيذ، في النمبر اوف اكسكيوشن. طيب النمبر اوف اكسكيوشن حجيبه من وين؟ حجيبه من انه احول ال 12 اف اف دي، باعتبار هذه الحاجه برا الحلقه حتتكرر، بحول ال 12 اف اف اتش دي لعدد شنو؟ لعدد 10، حول من 16 ل 10. طيب التي عباره عن كم؟ التي عباره عن بوينت 33، دي مضروبه في 10 اس سالب 6 لانه عباره عن مايكرو. طيب بالنسبه للتي دي عندي كم وحده؟ عندي 6 و16 اللي هي عندي 16 16 32 32 38 42 46 50 54 64. فهنا عندي 64، وطالما ما قال لي حسب معاك السبعه حقات الجنب اف نوت زيرو، فانا طوالي هنا ممكن اشتغل انه اهملها واشتغل ب 64 كامله، ما نقص 3 مضروبه في التي اسمه. فبعمل العمليه دي هيجيني الزمن الكلي عباره عن 102 ملي ثانيه. طيب بنفس الفكره عندنا المثال ده. طيب دارين نحسب الكاون ده، دارين نشوف الحلقه هتتكرر كم مره، كويس، عشان اللوب ديلاي يكون 100 مايكرو سكند. واداني الكلوك فريكونسي المره دي قال لي 3.072 ميجا هرتز. طيب في المره دي قام اداني قال لي يا اخي انت عندك التي لوب حقتك جهزها لي، قال لي بتساوي لي كميه مايكرو سكند. طيب ال 100 مايكرو سكند ده المفروض يساوي لنا التي الكليه اللي هي دي عباره عن 4 و4 8 و4 12 12 و10 اللي هي عباره عن 22، هتكون عبارة عن 22. المرة دي حقسم على التردد لأنه اداني التردد اللي هو 3.072 في 10 أس سالب 6 في 10 أس 6 معلش. طيب بعد ذاك هقوم أضرب في عدد مرات التنفيذ اللي هي أنا ما عارفة سميناها كاونت. طيب سميناها كاونت معناها أخلي الكاونت موضع القانون، أقسم 100 على الحاجة دي هيقوم يديني شنو؟ هيديني الحلقة دي هتتكرر كم مره. طبعا الرقم اللي هيديها له عباره عن رقم عشري اللي هو عباره عن ديسيمال، فانا بقوم بحوله لشنو؟ بحول لنظام هيكسا ديسيمال. طيب عن طريق القسمه المطوله او كده او عن طريق الاله الحاسبه. طيب اخر حاجه قال ان احنا دارين نصمم برنامج، تمام. البرنامج ده يقوم يعمل شنو؟ دارين نقوم نعمل برنامج يحسب ليا زي كاونتر، يحسب من الصفر لشنو؟ يحسب من الصفر للعشرة. دارين نعمل نكتب برنامج بيعد من صفر لتسعة، كويس. الفترة ما بين العدة والعدة تكون عبارة عن 1 سكند، تمام. وفي العد لما يصل العد لتسعة مفروض ما يمشي لعشرة، الكاونتر يعمل ريسيت لنفسه يبدأ تاني يعد من الصفر، وهكذا يكون مستمر طوال. طيب وقال لي يا اخي الكلوك فريكونسي عباره عن 1 ميجا هرتز. طيب عشان نشتغل الحاجه دي نجي نشوف البرنامج، نتابعه واحده واحده نشوف بيحصل شنو في البرنامج بتاعي وكيف بقدر احسب الديلاي بتاعي. طيب اول حاجه انا دار اعد من كم؟ دار اعد انا دار ابدا العد بتاعي من صفر لغايه شنو؟ لغايه ما احصل التسعه، تمام. دار ابدا اعد من صفر لغايه ما احصل تسعه. طيب ده ابدا عد من صفر، عشان كده قمنا اول تعليم اول انستراكشن احنا عملناها قمنا خدتنا في البي، خدتنا فيه كم؟
حطينا في البي حطينا فيه 0 0 اتش. انا ده ابدا اعيد. طيب بعد ذاك ستارت دي الغرض منها شنو؟ ستارت دي عشان انا بعد ما العدد يصل من 0 ل 9 اقوم تاني ابدا اجي اعيد تاني من شنو؟ ابدا اعيد تاني من الصفر وانا ماشي. دي فائده اللوب حقت الستارت. طيب بعد ذاك بعد ما انا حطيت في البي 0 0 في البدايه قمت طوالي ظهرت عملت بتاع عمليه بتاعت اظهار في البورت شنو؟ في البورت المعين بتاعي حسب البورت. تمام؟ طيب حسب البورت بتاعي معناها الحصل شنو؟ حصل انه طوالي 0 0 دخلت دي طوالي حتظهر معاي وين؟ حتظهر معاي في الاوتبوت كاول حاجه عندي. طيب الديسبلاي دي عشان اعمل بيها شنو؟ عشان كل مره اظهر من صفر لغايه ما يصل العد بتاعي عباره عن كم؟ لغايه ما يصل العد بتاعي عباره عن 9. طيب فانا قمت بعد ده قمت عملت شنو؟ طيب انا دار اشوف الحلقه حقتي دي او اللوب اللي حيبدا يعيد فيها دي دار اشوف المفروض تتكرر كم مره. قلنا الديسبلاي دي عشان يظهر لي الاعداد في الشاشه، الستارت دي عشان ابدا العد تاني من صفر ل 9 بعد ما انتهي، اللوب دي هي اللي بيحصل فيها عمليه الفارق الزمني الديلاي بتاع الواحد سكند ما بين شنو؟ ما بين العد والتاني. طيب الواحد سكند ده الواحد سكند اللي انا جبته الواحد سكند اللي دايرني اجيبه ده بيمثل لي بالهكساديسيمال كم؟ يعني المفروض الحلقه دي تتكرر كم مره عشان يديك ديلاي واحد سكند ما بين العد والتاني. طيب فقمنا هنا عشان نعمل الحاجه دي قمنا خدينا في الاتش خدينا فيه 16 بت. 16 بت دي ده عباره ممكن نسميه كاونت. ال 16 بت حقتي دي انا ممكن اسميها ال 16 بت دي انا ممكن اسميها شنو؟ اسميها كاونت. كاونت ليه؟ كاونت عشان دي بعدين انا هسيبها عشان اشوف انا مفروض اكرر كم مره. طيب نيجي نشوف الحلقه بيحصل فيها شنو. طيب الحلقه قمت بعمل شنو؟ بنقص الاتش بمقدار شنو؟ بمقدار واحد. بتنقص الاتش بمقدار واحد ليه؟ عشان تقوم تمشي شنو؟ تمشي للعدة الثانية. تمام؟ عشان تمشي للعدة بتنقص الاتش بمقدار واحد وبتنقل انت الاتش ال ده. ما انت لما انت هتاخد 16 بيت في الاتش يعني مثلا لو كان عندك انا داير اشوف الواحد ثانية دي انتهت بيتين عشان امشي للعدة الثانية. طيب انت على اتش ال ده خطيت فيه بيانات 16 بت، مثلا بنقول خطيت فيه مثلا 2000، مثلا العد بتاعنا طلع عبارة عن 2000 اتش. فانت هتخط اللو اوردر بايت هتخطها هنا، وهتخط الهاي اوردر بايت هتخطها هنا. طيب انا عشان اعرف ان الواحد سكن تمت كويس، المفروض الكلام ده يصل ليش؟ المفروض ده شنو؟ ده يصفر. تمام؟ ليه؟ لان ده لو اتصفر، لو انا نقصت في ده لغايه ما اتصفر كده معناه انا الواحد سكن حقي تمت، امشي للعد اللي بعده. طيب عشان نعمل العمليه دي قمنا عملنا شنو؟ انا ما عندي عشان اختبر الشرط بتاع الجمب نوت زيرو في ريجستر بير 16 بت، انا بقدر اعمل العمليه دي ما لم اقسم الريجستر الاتش ال ده لريجسترين. طيب فقمت عملت شنو؟ قمت نقصت الدي سي اكس دي معناها نقص لي من ريجستر بير، نقصت من الاتش ال نقصت منه واحد. طيب قمت نقلت اللو اوردر بايت حقات ال ال دي نقلتها في الاي، وعملت عمليه بتاعت مقارنه كويس لل ال مع شنو؟ مع الاتش. عملت المقارنه دي ليه؟ عملت المقارنه دي عشان تاثر لي في الفلاقات، وليه اخترت اور بالذات؟ عشان ما تاثر لي في النتيجه حقتي. تمام؟ طيب فلو انا لو العد بتاعنا وصل لصفر، لو العد بتاعنا وصل لصفر معناها الحلقه دي ما هتتكرر، ما هيحدث فيها حاجه، هتتكسر، ما هتكون محققه. جنب نوت زيرو معناها كده انا عديت الصفر بديلاي مقدار مثلا واحد ثانيه. قوم طوالي امشي وين؟ قوم طوالي امشي للعد اللي بعده. طيب لو دي ما بقت صفر معناها لسه الواحد سكن ما بين العده والعده ما تمت، ارجع تاني للوب نقص الاتش دي وتاني شوف قارن في كل مره لغايه ما العمليه دي او لغايه ما الناتج ده يحصل صفر، معناها كده الواحد ثانيه حقي تمت، امشي للعده اللي بعده. طيب نفرض انه العده الواحد ثانيه تمت، قمت جيت هنا قلت له يا اخي زد لي البي. زد لي البي يعني شنو؟ يعني بدل ما كانت صفر هتبقى واحد. طيب انا داير اطلع المفروض اظهر الاعداد من صفر لغايه 9 بس. المفروض اظهر الاعداد من صفر لغايه 9، معناها ال 10 المفروض ما تظهر. طيب عشان ما اظهر ال 10 دي المفروض اعمل شنو؟ المفروض اعمل عمليه بتاعت مقارنه للعدد اللي طلع لي ده مع ال 10. تمام؟ المفروض اعمل له عمليه بتاعت مقارنه. طيب لو العدد ده ساوي ال 10 كويس؟
معناها يقوم يمشي يعمل شنو؟ يقوم طوالي، معناها هنا الكاونتر حق ده عدى من 0 ل 9، امشي طوالي عيد شنو؟ عيد العد تاني من 0 ل 9، اعمل ريست لنفسك. طيب لو العد ده ما ساوى الصفر معناها العدد بتاعي ده اقل من 10، اللي هو اقصى حاجه ممكن يصلها هيصلها 9. طيب هيصلها 9. طيب هنا مثلا نقول احنا الان دخلنا بيظهر هنا ظهرنا الصفر جبال، لما نزيد هنا واحد لما نزيد واحد هظهر الواحد. طيب الواحد اقل من العشره، الاي دي ما عباره عن 10 اللي هي 0 1 0 1، دي حقه المقارنه. سي بي اي دي معناها قارن لي الداتا الزيرو اي دي مع شنو؟ مع بيانات الاي. طيب السي بي اي عشان اعمل عمليه المقارنه بتتم مع شنو؟ بتتم مع الاكوموليتر. معناها مفروض العد اللي انا زدتها في بي دي احول اول حاجه للاي حتى نعمل لها عمليه المقارنه، فدي الحاجه اللي حصلت هنا. طيب الواحد اقل من العشره معناها النتيجه مع صفر، تمام. معناها امشي للديسبلاي، امشي للديسبلاي اللي هي جبال ظهر لي شنو؟ ظهر لي الواحد، كويس. في الاوتبوت بورد هتتكرر كده حاجه ثانيه، همسك الاثنين تمام وهكون ماشي كده. مجرد ما العدد ده ساوي لي العشره بقى بيساوي العشره، طوالي الحلقه دي ما حتكون مستمره، هتقفل غادينا تمام. طوال همشي للنقطة اللي بعدها اللي هو جنب اف زيرو لستار، اللي هو مثلا لو ساوى 10 النتيجة هتكون صفر. صفر طوالي معناها العد بتاعي من صفر لتسعة كمل. ارجع تاني ابدا العد بتاعي من فوق، واستمر في العد كده لغاية ما اصل شنو؟ لغاية في كل مرة من صفر لتسعة، في المرة العاشرة بيحصل لها شنو؟ بيحصل لها ريسك. طيب دايما نحسب الكاونت ال 16 بيت حقتنا عشان نشوف هي الحاجة دي، كويس. انا عندي اللوب ديلاي التايم، اللوب ديلاي حق دي اللي هو انا اللوب ديلاي حقي، عندي اللوب تاخر لي كم؟ تاخر لي 1 سكند، معناها تي ال بيساوي لنا عدد تي ستيت مضروبه في الزمن الدوري، اللي هو عدد تي ستيت مقسوم على التردد مضروبه في شنو؟ في عدد مرات التكرار اللي هي دي ما عارفينها. طيب التي حقتي عندها اعمل ديلاي مقدار 1 سكند، حطيتها 1 سكند. طيب انا عندي 24، عندي 24 ستيت حقتي اللي هي دي الحلقه حقت الديلاي حقتي فيها 24 6 4 10 14 24. طيب فهتبقى 24 هتبقى 24 على التردد بتاعي اللي هو عباره عن 1 في 10 اس 6 في الكاونت اللي هو انا ما عارفه كم عدى الكلام ده بيساوي لنا 1 سكند. اخلي كاونت موضع القانون عشان اشوف حلقاها هيعد لي 41666، لما احولها لهكساديسيمال هتبقى A2C2H، وكده بكون صممت الكاونتر حقي من البعيد من 0 ل 9. بكده نكون وصلنا لختام المتابعه بتاعتنا في التايم ديلي والكاونتر. نتلاقى المره الجايه ان شاء الله في الجزء بتاع الذواكر. شكرا.